بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناة البي كي. هذا الفيديو راح نطور البرنامج السابق. بكل بساطة بهذا الفيديو احنا عندنا صالة المصفوفة اللي شفناها قبل قليل. هذه المصفوفة راح نخلي المستخدم يوجد مجموع صف معين، اوكي؟ فشنو اللي راح اسوي؟ راح اسوي دالة void، او بما انه هي مجموع لازم اكيد ترجع لي رقم انتجر سام، انتاج معنا ارقام انتجر لان عناصر المصفوفه من انتجر. اوكي سام، شو راح ادز له؟ راح ادز له مات نفس الطريقه، لكن انا اريد اوجد مجموع مثلا الصف الثاني فقط من المصفوفه، اوكي؟ فلذلك راح ادز له هنا ار، اقول له اذا ادز له الصف الثاني راح يجيب لي مجموع الصف الثاني. اوكي شنو اللي راح يصير هنا؟ أنا عندي لا، انا راح امر على صف واحد يعني الصف ثابت. اذا انتجر اي تساوي لي صفر، او خلينا نخليها جي، خليها واضحة الفكرة. هنا أنا اللي اعيد اسويه انا التالي، عندي هذه المصفوفة بكل بساطة. أنا راح أرسل اسم المصفوفة بالدالة مال سم، أقول له مثلا ماتريكس اللي هي هذه المصفوفة، فارزة راح أقول له مثلا واحد. إيش راح يسوي؟ راح يجي يطلع لي مجموع هذا الصف ويرجع لي إياه. ليش؟ لأن هذا صف رقم صفر، هذا صف رقم واحد، هذا صف رقم اثنين. أوكي، فمعناها اللي أفهمه أني أنه هاني من راح أسوي سم بلس يساوي مات اوف يا صف، دائما الصف راح يكون ثابت واللي هو واحد. اوكي زين، انا صف واحد غير مرة ممكن ادز اثنين، ممكن ادز ثلاثة. انا بالحقيقة هنا أنا استقبلته بباراميتر اسمه ار، اذا دائما الصف راح يكون هنا أنا عندي مات اوف الار. اوكي، والعمود الجاي راح يمر عليه بلوب اجمعا. جيد، اذا الجاي تساوي لي صفر، جاي اصغر من ام، انا دا امر على كل الاعمدة اللي بهذا الصف او كل الخلايا. جاي بلس بلس، اوكي لازم عندي متغير اخلي بيه الجمع، راح اعرف متغير اسمه انتجر اس يساوي صفر، محايد عملية الجمع، زيد لي الاس بمقدار مات اوف الصف ار العمود جي. اوكي ريتيرن اس، رجع لي اس. الان راح اجي بعد ما طلعت هذه، خلنا نطبع سي اوت اند لاين حتى ينزل لي سطر. بعدها راح اقول له اطبع لي السم مثلا مال ماتريكس، واختار العمود مثلا رقم اثنين. اوكي اجي انفذ، اسوي build and run. لاحظ راح يطلب من عندي ادخل 12 عنصر، خليني ادخل 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12. اوكي طبع لي المصفوفة ست اعدادات الطباعة وقراها اولا. لاحظ انا قلت له صف 2، هذا صف رقم 0، صف رقم 1، صف رقم 2، 8 3 11 8 19 2 21. لاحظ العملية جدا سهلة، فقط اني نفس الطرق اللي تعلمتها سابقا، اللي يتغير الوحيد هو هذه طريقة تمرير المصفوفة ثنائية الابعاد للفانكشن. اوكي راح اسوي دالة اخرى، بهذه الدالة راح اطلع مثلا مجموع كل العناصر بالمصفوفة. احنا فقط نريد نراويكم سهولة الموضوع، اذا كنت فاهم ممكن تنهي الفيديو وتنتقل للفيديو التالي اللي بموضوع جديد. مثلا انت احنا نريد نطلع مثلا، خلينا نخلي معدل العناصر، بما انه هو معدل راح يكون float. اوكي float average اختصار لكلمة average،
راح أدز للمصفوفة ومالتي أستقبلها هنا بنفس طريقة الاستقبال. أم أوكي راح أسوي أكيد لوب. قبل ما أسوي لوب لازم أجمع العناصر S تساوي صفر، لوبين واحد يمر على الصفوف. واللوب الثاني يمر على الأعمدة. اوكي الآن راح أقول له S بلس يساوي المات اوف الاي اوف الجي. اوكي صار عندي المجموع. الأفضل انه اخليه حتى لا اواجه مشكلة راح اخليه float حتى من القسمة ما راح يكون. الآن اقول له return المجموع وين انخزن؟ بالاس. اوكي انا اطلع المعدل. اذا اس تقسيم ايش قد عدد العناصر هنا؟ انا المصفوفة مالتي مكونة من 3 صفوف واربع اعمدة، اذا 3 في 4 اذا 12. بدل ان اكتب 12 انا عدد الصفوف وعدد الاعمدة مثبتات هنا بان وام، اذا راح اقول له اس ان في ام. جيد. الان بعد طباعة اكبر عنصر خل اقول له ايضا اند لاين حتى ينزل لي سطر، راح اقول له سي اوت average يساوي لي AVG. استدعي دالة ال average وادز له بيها باراميتر الماتريكس المصفوفة اللي عندي امرر لي اياها. الان انفذ 1 2 3 4 خلي ارقام عشوائية شوية. 9 0 7 لحظة صارت عندي 4 5 7 9 9 أرقام 10 11 12 بعد لي رقم. تمام. الآن طبع لي عناصر المصفوفة، طبع لي السمة الآخر، طبع لي معدل كل العناصر. اللي راح نطلبه منك كهومورك طلع لنا اكبر رقم بهذه المصفوفه من خلال الفانكشن. لهنا ينتهي هذا الفيديو وكل ما يتعلق بالمصفوفات ثنائيه الابعاد مع الفانكشن وتمريرها. شكرا للمشاهده.